سادرات احنا اللي نعرفك شاعر اعلامي مقدم برامج حفظك بس انت رياضي قديم شيء سولف لنا شوي عنه. يعني الرياضه بالنسبه لي هوايه اكيد ايام الفرق الشعبيه. تلعب فرق شعبيه؟ طبعا. شنو مركزك؟ مركزي كنت مدافع ايمن واحيانا جناح. مدافع ايمن واحيانا جناح. ايه فريق الكفاح مدينه الحريه. الحريه وش فريق هذا كان؟ والله فريق يخبل. صدق؟ اي والله. زين ليش ما استمرت؟ لان بصراحه يعني هو على قد هوايه يعني إيه قياسا بالامكانيات يعني كانوا بمنطقتنا لاعبين موهوبين اكثر وعندهم امكانيات منهم اللي توفقوا وصلوا الانديه ومنهم لا تعرف بعد هاي كل لاعب وظروفه يعني إيه إيه. اليوم نشوفك حاضر في تكريم المنتخب الوطني بعد فوزه في بطوله الخليج. نعم اكيد اول شيء هذا شرف كبير يعني بالنسبه لي. اكيد اشكر الناس المسؤولين على الحفل على الدعوه. المنتخب يستاهل هذه البطولة عزيزة على قلوب العراقيين بصراحة. ككأس الخليج وحدها يعني لها وقع خاص عند العراقيين، بالإضافة أنه فزنا بها، بالإضافة للتنظيم الرائع اللي كان بالبصرة وهذا العرس العراقي العظيم يعني منو مو سعيد به. ففرحان جدا اليوم، فرحان أنه هاي ثقافة التكريم موجودة. يعني بتعرف للأسف يعني ياما مرت أزمان على مبدعين بعد ما يتوفون يلا الناس تذكرهم وتسوي لهم شيء. فأنا كلش أحب ثقافة التكريم، إنه اليوم نكافئ المجتهد نكافئ الناجح وهو موجود. يعني زين منو أبرز لاعب لفت انتباهك في بطولة الخليج؟ المشكلة كلهم أصدقائي بس ما له علاقة بالصداقة. ما له علاقة أكيد. بصراحة باي شقوقية يعني. باي شقوقية. نعم. زين. يعني رغم أكل لعبات ما لعب بها هواي شقوقية بس يعني أحب وجوده بالملعب. يعني لمست للكرة حلوة تحسسك بشيء. نعم. زين ومن المحترفين؟ المحترفين والله كلهم كانوا مبدعين بصراحة، خصوصا أمير العماري يعني يجنن يجنن. هو يعني أحد المباريات اللي كنت موجود بها كان طعم خاص. يعني كانت أنا أصلا من محبين يعني هذا المركز لاعب الارتكاز. يعني هسه من تسألني مو ما افضل اللاعب المهاجم او غيره، بس من تسألني دائما تلقى النجم مالتي مثلا بول سكولز ماكاليلي. يعني هذا المركز كلش احبه، فهو ابدع بي بصراحه امتعنا يعني باللعبه. امير العبادي. زين منو منتخبك العالمي المفضل؟ انجلترا. انجلترا. نعم. والنادي مانشستر يونايتد. محليا الجويه. معروف انت بحب الجويه. طبعا هم متع عليهم كليتنا احنا كعائله. انا اصلا ابويا كان بالخطوط الجويه. زين. فكليتنا اخوتي ثائر واني يعني البقيه كلهم يحبون عائله جويه. بالضبط. زين ايش تتوقع اليوم؟ الشرطه هو متصدر فارق نقطتين عن اقرب منافسيه اللي هو نعم. الجويه. ايش تتوقع من ياخذ الدوري؟ والله ان شاء الله بعيدا عن العاطفه. بعيدا عن العاطفه ان شاء الله الجويه، ولو اكو يعني عندنا مباراه بعيدا عن الدوري ممكن تاثر على مستوانا، بس ان شاء الله يعني هم قدها يعني منتظرين هذا اللقب بصراحه. زين ممكن شوفك تحضر مباراة الجوية؟ أنا كنت أحضر على طول يعني بالفترة اللي مرت شوية بصراحة بسبب كثرة الالتزامات، بس كلش طبيعي أن أكون موجود. أفضل لاعب بالتاريخ؟ بالتاريخ مارادونا. مارادونا؟ نعم. راح يزعلون جماعة ميسي؟ طبعا من حقهم يعني وجهة نظري. لا هي وجهة نظر الدنيا كلها باستثناء جمهور برشلونة. بالضبط. أفضل لاعب عراقي على مر التاريخ؟ بصراحة ما تقدر تختصر يعني هواي عندنا رموز وهواي عندنا نجوم وهواي تعرف كل جيل بي نجم. الأقرب إلى القلب الله يرحمه أحمد راضي، والأجيال اللي بعده يونس محمود. يعني أحب حبيب جعفر كلش، أحب ليث حسين صراحة يعني. سؤال شوي خارج قدم، أقرب قصيدة إلى قلبك؟ سؤال خارج قدم حبيتها. هم شلون المنتخب؟ هم ما اقدر اختصرها بس ما اعرف احس حتى لو بيت تنطي منها قريبه على قلبك تحبها دائما ترددها. اي هون القصائد شلون ابنائك يعني اصغرهم اعزهم يصير. اي يعني اقصد الجدد بس القريبه من روحي دائما اقرا يعني احن لقلبك الماحن وتلذذ بهجرك والوصل وياك ذكرك وابتسم والنوبر الدحزن حالات الدمعه حالات الذكرى من وياها دمعه تطيح شفتك تبتسم ركعة بصلاة الون سلام لقلبك الماحن وسلام لدمك البارد يا ما قلت لجيك شبية فشل الروح ليه شكشخ ونطرك كن متواعد إذا محتاج نتعن حرك شوقك الراكد وإذا ما شيت غيرك ناس لو بحضانهم قاعد أنا بس حاولت ليش نحس بخوان
ما دام الله يضرب قلبه بس واحد. الله، الله. احلى شيء نختم بها. شكرا جزيلا حياتي، تشرفت.